يقوم بحصتنا من سحر وترويج ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد الغدو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها ينور العقل عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد. شكرا 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 احبائي. اذا مرحبا بكم في حصتكم مع عمو يزيد. وانتم يا احبائي راكم تشوفوا فينا الى حبيتوا تحضروا كما الاصدقاء اللي راهم هنا ما عليكم الى توجهوا الموقع الانترنت عمويزيد.com بهذه الطريقه. اذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك الا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملا الاستماره، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الالكتروني. مرحبا بك. إذن أحبائي لما تشاركوا في الحضور شوية على الصبر، وعمو يزيد راح يكلمكم إما بالهاتف ولا بالبريد الإلكتروني. مرحبا بكم أحبائي. في بداية كل حصة نستقبلوا رسائل الأطفال اللي يرسلونا عبر موقع الإنترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار آراء وملاحظات. شكون يجيب لنا البريد؟ ساعي البريد. إذن استقبلوا معايا صهيب أصغر ساعي بريد. مرحبا بك. مرحبا بك صهيب، مساء الخير. واش راك وليدي؟ لاباس؟ لاباس الحمد لله. واش جبت لنا صهيب؟ البريد. البريد. اذا صهيب جبنا بريد تاع اصدقائنا الاطفال اللي راسلونا، راح يديروا في علبه البريد باش من بعد عمو يزيد راح يقرا لكم خلال الحصه. وانتم يا احبائي تقدروا ترسلونا كذلك كما قلت لكم عبر موقع الانترنت عمويزيد.com باش نقراوا الرسائل تاعكم هنا. شكرا. مع السلامه يا اطفال. شكرا شكرا صهيب. شكرا شكرا أحبائي. في هذه الفترة هذه كاين يوم عالمي مهم وصادف اليوم هو يوم 2 أبريل، هو اليوم العالمي لاضطراب التوحد رجوني انترناسيونال دي تروبل دو لوتيزم. على بالكم يا أحبائي كاين أطفال بزاف عندهم احتياجات خاصة، إما مكفوفين إما معوقين إما حركيا إما مصابين بحالة تريزوميا ولا بحالة التوحد. هاد الأطفال الكفاح تاع الأولياء تاعهم الأول هو التمدرس، يحبوا ولادهم يقراو لأنه حق من حقوق الطفل هو التعلم، حق التعلم. على بالكم يا أحبائي عندكم حقوق واجبات. من حقوقكم حق التعلم، واجبات طاعة الوالدين احترام الغير. يا أخي أحبائي المثابرة في الدراسة كذلك. إذن العالم كامل يتوقف اليوم يوم 2 أبريل باش يضامن مع هذه الشريحة الأطفال المصابين باضطراب التوحد. في بداية كل حصة نطرح عليكم لو تحبوا الألغاز. إذن ما هو القفص الذي لا يحبس فيه حيوان أو طير؟ هناك قفص لا يحبس فيه حيوان أو طير. وانتم كذلك يا أحبائي لكم تشوفوا فينا تقدروا تجاوبوا على اللغز بهذا الطريق. إذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار جاوب على اللغز تملأ الاستمارة. ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. حد سعيد. جاكم سعيد. شاطرين شاطرين عبالي بي راح تسيبوه. فكروا في اللغز لغاية نهاية الحصة. إذن ما هو القفص الذي لا يحبس فيه حيوان أو طير؟ فكروا لغاية نهاية الحساب يا شاطرين. وإحنا من التمة راح نروحوا نكتشفوا شخصية عالم مسلم هو عمر الخيام مع لينا. تفضلي لينا. تصفيقة تصفيقة على لينا. مساء الخير يا أطفال. اليوم نتحدث عن العالم عمر الخيام. هو غياث الدين أبو الفتح عمر الخيام المعروف باسم عمر الخيام، عالم وفيلسوف وشاعر فارسي مسلم. ولد في مدينة نيسابور خراسان إيران ما بين 1038 و1048. تخصص في الرياضيات والفلك واللغة والفقه والتاريخ. رغم شهرة الخيام بكونه شاعرا فقد كان من علماء الرياضيات، حيث اشتهر بالجبر واشتغل في تحديد التقويم السنوي
والذي سار التقويم الفارسي المتبع إلى حد اليوم، وهو أول من اخترع طريقة حساب المثلثات والمعادلات الجبرية من الدرجة الثالثة بواسطة قطع المخروط، وهو أول من استخدم الكلمة العربية شيء التي رسمت في الكتب العلمية البرتغالية، وما لبث أن استبدلت بالتدريج بالحرف الأول إكس الذي أصبح رمزاً عالمياً للعدد المجهول. ترجع شهرته في عمله في الرياضيات حيث حل معادلات الدرجة الثانية بطرق هندسية وجبرية، كما نظم المعادلات وحاول حلها كلها ووصل إلى حلول هندسية جزئية لمعظمها. وقد بحث في نظرية ذات الحدين عندما يكون الأس صحيحاً موجباً، وضع طرقاً لإيجاد الكثافة النوعية، كما برع في الفلك أيضاً. ولم يفكر أحد ممن عاصره في جمع الرباعيات، فأول ما ظهرت سنة 865 هجري أي بعد رحيله بثلاثة قرون ونصف، وتوفي ما بين 1123 و 1124 ميلادي. شكراً 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 شكراً. تحية تحية لينا، تحية تحية. إذن بنتي عرفتنا بعمر الخيام الذي كان شاعرا وعالما فارسيا مسلما. نعتز بكل علماء الأمة الإسلامية. أحبائي، بما أننا في فصل الربيع وكامل، عمو يزيد لكم أغنية نتغنى فيها بالبستان. نقول البستان البستان أنت نبع لكل خير. تغنوا معي البستان. يلا أحبائي نغنوا كامل البستان، تعال. البستان البستان فيه خضرا وأزهار، فيه سياج قرب الدار، ما أجمله من بستان، فيه نعما وأسرار. البستان البستان فيه خضرا وأزهار، البستان البستان أنت نبع لكل خير، وحياة لكل طير فيك ترقص الأغصان وتغني لك يا بستان. البستان البستان أنت نبع لكل خير، البستان البستان يأتي طير ليغني، وفراشات لتحييك ترقص تشدو فرحا فيك، مرحا مرحا يا بستان. البستان البستان يأتي طير ليغنيك. برافو 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 أحبائي، برافو برافو. إذن البستان البستان أنت نبع لكل خير وحياة لكل طير. إذن البستان أحبائي هو اللي فيه الخضر، فيه الأزهار، فيه الفراشات. يا أخي يا أحبائي تحبوا البستان؟ وش رأيكم؟ تحبوا ألعاب الخفة؟ نروحوا دركا مع عمو جوجو اللي جانا من مدينة واتسوف في ألعاب الخفة. يلا تحية لعمو جوجو، تفضل تفضل. Thank you.
شكرا 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 عمو جوجو اللي جانا من مدينة واتسو. والآن أحبائي راح نستقبلوا ميليسا في فقرة هل تعلم، فقرة هل تعلم في الموسم الرابع. واليوم عندكم مفاجأة، مفاجأة من عند عمو يزيد. اليوم راكم تحضروا في الحصة اللي راح نحتفلوا فيها بالعيد ميلاد الرابع لحصة مع عمو يزيد، لأنه أول بث لحصة عمو يزيد كان في شهر أفريل 2015. إذن في أفريل 2015 كانت أول حصة لعمو يزيد، واليوم أحبائي 4 سنوات من المتعة راح تحتفلوا معنا. إذن أضفنا فقرة هل تعلم اليوم مع ميليسا، راح نكتشفوا معلومة. تفضلي بنتي، تفضلي تفضلي بنتي، تفضلي تفضلي. مساء الخير يا أطفال. هل تعلم أن عدد بحور الشعر هو 16 بحراً؟ برافو 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 ميليسا. إذن أحبائي في كل مرة نتعلموا معلومة جديدة. إذن عدد بحور الشعر هم 16 بحراً. برافو 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 بنتي. تحبوا الحكايات؟ إذن عمو يزيد راح يحكي لكم حكاية الغراب واليمامة البيضاء. إذن يلا معايا. إذن أحبائي كما وعدتكم مقبلة راح نحكي لكم حكاية الغراب واليمامة البيضاء. واحد النهار في واحد الغابة كانوا حيوانات بزاف، بصح كان واحد الغراب شرير. هذاك الغراب كان ما يحبوش الحيوانات، دايما دايما يتبلاهم، دايما يسرق لهم البيض تاعهم، دايما ما يحبوه. هذيك الغابة شغل رجعها، شغل حتى العيش تاعها اصبح فيها اصبح صعيب. الناس مش مائزة، مش فرحانين، ما يضحكوش، لانه بيكرهوا هذاك الغراب لانه الحياة نتاعهم كرهها لهم. واحد النهار جات واحد اليمامة بيضاء. هذيك اليمامة البيضاء جات لهذيك الغابة. كي دخلت لهذيك الغابة اليمامة البيضاء هي عاقلة وكانت جونتي معاهم، تحبهم، ظريفة. رجعت الحياة لهذيك الغابة، رجعوا يتحبوا بيناتهم، رجعوا يحبوا المعيشة في هذيك الغابة. من بعد هذاك الغراب هذاك ما عجبوش الحال، عجبوش شرير. واش يدير؟ راح لواحد العصفورة كان عندها البيض، سرقوا هذاك البيض وداه، داه العش ديالو. واش جات لهذيك العصفورة عند اليمامة تبكي بكامل البيض ديالي وين راح يحوسوا عليه؟ قال لهم عندي البيض. قالوا رجعوا لها. قال لهم لا لا، ما نرجعش البيض هذا حتى تروح هذه اليمامة البيضاء، ما تقعدش هنايا اليمامة البيضاء. ما عجبوش الحال، كي الغابة هذيك رجعت فيها الحياة وكامل. هذيك اليمامة البيضاء كي شافت هكذا قالت ايه معلش انا نضحي ونروح، نروح ونخليهم في الغابة هذه بالك باش يرجع لها البيض ديالها. قولها لا لا قعدي. قالت لهم لا لا نروح. بعد راحت هذيك اليمامة البيضاء ورجع لهم البيض لهذيك العصفورة. ومن بعد عاود رجع الشرير كما كان، رجع يحرق في العشاش تاع العصافير، يسرق البيض. أيا تما الملك الغابة زعف، بعث له الصقور والنسور تاع الغابة، قال لهم تروحوا تجيبوه وكتفوه، جيبوه لي لهنا. جابوه، قالوا له أنت ما حبيش تفهم، ما حبيش تحشم، ورموه في السجن. وقال لهم تروحوا دركا تحوسوا على اليمامة البيضاء وترجعوها لنا لهنايا، لأن معاها اللي كانت الحياة، رجعت الحياة في هذه الغابة. عمو يزيد، عمو يزيد، نستخلصوا من الحكاية تاع اليوم أنه لما تكون طيبا يحبك كل الناس. برافو 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 برافو. إذا أحبائي على بالكم باللي اللطف، إنسان كيكون لطيف، إنسان يكون مليح مع الناس، الناس كلها تحبه، حتى البسمة يزرعها على الناس. يا أخي أحبائي، إنسان ما لازمش يكون قبيح، ياك هذا وعده. يلا إذن أحبائي كما قلت لكم مقبلة، الإنسان لما يكون طيب يكون لطيف يحبوه كاع الناس، وكي يكون قبيح ما يحبوه. إذن مليح أننا نكون إنسان يكون لطيف، يكون ظريف، كذلك يكون عنده أخلاق حسنة. يا أخي أحبائي لحقنا دركا الركن أنا نحبه كثيرا، هو ركن النكت. شكون اللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لعمو يزيد؟ يوم بلاك شكون اللي عنده نكتة؟ تعالي تعالي أروح أقعدي. واسمك بنتي؟ عدتم هادية. هادية، وين تسكني هادية؟ في بيلكور. بيلكور، الله يبارك. شحال في عمرك بنتي؟ 10 سنين. 10 سنين، حكينا نكتة تاعك بنتي.
واحد نهار واحد الرجل شرى لمرته ماشينا لافي. الحق واحد نهار باش تغسل الحوايج غسلت الحوايج من بعد كل حق وقت العصر قاعده غير تبوجي حتى وصلت للبالكون. قالت لها لا لا سمحي لي يا ماشينا لافي ما تنشريليش الحوايج. يا بلا تنشرهم. برافو. شكون اللي عنده ان بلاك نكته جميله يجي يحكيها لي؟ تعالي تعالي بنتي العروسه، اروحي بنتي، تعالي تعالي، اروحي اروحي، تعالي تعالي، اروحي اروحي. هكي لابسه شغل عروسه. واسمك؟ مرام. مرام شحال في عمرك مرام؟ خمس ايام، خمس سمانات، خمس شهور، ولا خمس سنين؟ خمس سنين. ها قلتي ماما عمرك ست خمسه. قالت لك ماماك عمرك خمسة وساي، ما قالت لكش خمسة واشن، ما قالت لكش. معلش عمو يزيد يقول لك عمرك خمس سنوات يا أخي بنتي. يا برافو. وين تسكني بنتي؟ في بيت الجو. وين؟ في بيت الجو. وين تسكن؟ خويا هذاك، خوك هذا، خوها انت ويد عمها وانت ولد عمها تاني ولد عمك هذا. جيتو مين؟ جيتو من بجايه. الله يبارك الله يبارك. بنتي كي لابسه كي العروسه. تحبي عمو يزيد؟ عمو يزيد تاني يحبك. شاطره شاطره. يلا بنتي رجعي لمكانك شاطره. اذا زارونا مرام وولد عمها، جاونا من بجايه، نحيوهم وتحياتنا لكل سكان مدينه بجايه. شكون اللي عنده نكته 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 جميله؟ تعالي بنتي اروحي اروحي اقعدي. واسمك بنتي؟ نوران. نوران الله يبارك. وين تسكني بنتي؟ في بيركور. في بيركور في الجزائر العاصمه. حكينا لنا النكته تاعك بنتي. كان واحد نهار واحد الراجل مد لختي الصغيره دراهم. ايه قال لها باللي هذو الدراهم قسميهم بنتي واختك. ايه ومن بعد جبت الورقه قسمتها على نص ومدت نص لختها ومدت لختها هذا. شاطره هذه شاطره. شكون؟ تعال 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 اقعد. واسمك وليدي؟ هشام. هشام وين تسكن هشام؟ عين نجا. عين نجا الله يبارك. وليدي شحال في عمرك؟ 10 سنين. 10 سنين شاطر في الدراسه. الله يبارك. احكي لنا وليدي نكته تاعك. قال لك واحد راجل متحاه كان يشيل الماتو غير البصل والخبز، خطا شالها غير شالها غير الخبز ما شالهاش البصل. قال لها ولفتي سقاي. قال لها البصل. قال لها ولفتي سقاي. برافو برافو برافو. احبائي لحقنا دركا الركن نحبه ثاني بزاف، هو ركن الرسائل. بوبي اعطي لي الرسائل تاع اصدقائنا الاطفال. وانتم يا احبائي اذا حبيتوا عمو يزيد يقرا الرسائل تاعكم هنا، ما عليكم الا ترسلونا عبر موقع الانترنت عمو يزيد .com بالضغط على زرار اراء وملاحظات. شكرا بوبي. شكرا شكرا. تحيه لبوبي. تحيه تحيه. الرساله الاولى. سمعي ملاك 9 سنوات من حي النصر من باتنا، تحياتنا لكل سكان ولايه باتنا الكبيره. قلت لكم أحبك كثيرا يا عمو يزيد وأريد المشاركة في حصتك مع الأطفال. إذا سامعي ملاك بنتي 9 سنوات من بتنا، يشرفنا أننا نستضيفك معنا هنايا. الرسالة الموالية. زقاغ هشام 9 سنوات من جباحية ولاية البويرة، قال لكم حصة رائعة وأنا أريد أن أشارك في الحصة وأشكر عمو يزيد على هذه الحصة الجميلة وشكرا. إذا زقاغ هشام من جباحية بويرة، عمو يزيد أو يقول لك شرفنا إن شاء الله نكلموك باش تحضر معنا إن شاء الله. الرسالة الموالية. موفق نوران 11 سنة من مدينة عين تاموشنت. عين تاموشنت من الغرب الجزائري، مدينة ساحلية جميلة. أنا أحبك كثيرا يا عمو يزيد وأريد المشاركة في الحصة مع الأطفال. إذا موفق نوران 11 سنة من تيموشنت، حنا تاني نحبوك نحبوك بزاف، وماذا بنا شرفونا في أقرب وقت.
الرسالة الموالية: مطاسي بسم 5 سنوات مدينة مفتاح ولاية البليدة قال لكم حصة ممتعة ومفيدة، أحبك كثيرا يا عمو يزيد وأريد المشاركة. إذن بسم مطاسي 5 سنوات من مفتاح ولاية البليدة، حنا تاني نحبوك ومدى بينا تشارك معنا. الرسالة الموالية: مشتى ريتاج 4 سنوات ومشتى نادير 6 سنوات خاوة من وهران قالوا لكم برنامج ترفيهي ومفيد ورائع. إذن مشتى ريتاج ونادير عمو يزيد تاني يحبكم، وتحياتنا لكل سكان ولاية وهران. عمو يزيد يحتفظ بهذه الرسائل اللي يعتز بها جدا، وانتم يا احبائي اللي حبيتوا ترسلونا ما عليكم الى توجهوا الموقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار اراء وملاحظات. لحقنا دركا للجواب عن اللغز. اذن احبائي، ما هو القفص الذي لا يحبس فيه حيوان او طير؟ شكون اللي يعرفها؟ تعال تعال وليدي ارواح تعال تعال. واسمك وليدي؟ بروح لعمر. عمر، وين تسكن عمر؟ براقي. في براقي، الله يبارك. وش هو الجواب؟ القفص؟ القفص الصدري. القفص الصدري، برافو برافو برافو، شاطرين شاطرين بزاف شاطرين. إذن ارجع وليدي شوية، برافو، أعطيني الهدية تاعو. أعطيني الهدية تاعو. إذن وليدي عمو يزيد وشركة شيبس مهبول يعطوك هذه الهدية، إن شاء الله تستفاد بها لأنك شاطر. إذن هو القفص الصدري الذي لا يحبس فيه حيوان أو طير. برافو برافو برافو. أحبائي، على بالكم بلي في كل حصة نستضيف طفل ولا طفلة للاحتفال بعيد ميلاده، وانتوما إذا حبيتوا تحتفلوا بعيد ميلادكم في هذه الحصة ما عليكم إلا ترسلونا عبر البريد بخمس قسيمات من علب حليب رامي على العنوان التالي: صندوق بريد 42 ألف ستوالي العاصمة، ليظهر أسفل الشاشة. اليوم راح ما نستقبلوش طفل ولا طفلة، اليوم يا أحبائي رانا كامل هنا باش نحتفلوا بالعيد الرابع لحصة مع عمو يزيد. اليوم عيد ميلاد حصتنا، إذن راح نغنوا كامل مع بعض عيد ميلادك أحلى عيد، وأصدقائنا راح يجيبوا لنا الكاطو اللي درناه خصيصا لهاد الحصة. عيد ميلادك أحلى عيد، يلا تغنوا معايا تعالوا. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي اكتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا، إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهل أمراح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات، نسهل أمراح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوة لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة
حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل. إذن عمو يزيد يشعل الشمعة. إذن أحبائي ديروا معايا العد التنازلي، هذه العيد الرابع لحصة مع عمو يزيد. كان أول بث لحصتنا في شهر أفريل من سنة 2015، إذن اليوم رانا في أفريل 2019. 4 سنوات من المتعة، 4 سنوات من العطاء، 4 سنوات من المتعة معكم أحبائي الأطفال. إذن العد التنازلي 4 فوالا. إذن أحبائي أحبائي إن شاء الله ربي يوفقنا باش نكونوا دائما دائما عند حسن ظنكم، ودائما وسيلة لتربية الأجيال إن شاء الله يا ربي. وأنا ما بقى لي إلا نقول لكم ابقوا على خير، سنونا في الأسبوع المقبل على نفس القناة، قناتكم الشروق تيفي. نحبكم يا أطفال في نفس التوقيت. سلام. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد ننساكم. لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. نشارك معكم في حصة عمو يزيد وأنا فرحان بزاف. سجلت روحي في ليميسيون تاع عمو يزيد وعيطوا لي وقبلوني. جئتكم من الجزائر العاصمة. أنا فرحانة بزاف كي شاركت في ليميسيون تاع عمو يزيد وأنا فرحانة بزاف كي قبلوني. قالوا هلموا إلينا انضموا مع عمو يزيد.